السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالباتي وطلابي الأعزاء. Welcome back in Chemistry Academy for introducing chemistry principles, lectures. And inshallah, today will be revision for general chemistry one. Inshallah, we're going to solve multiple choice question and some few written questions. في الحقيقة موجودة على القناة ريفيجن برضو، ولكن موجوده توتالي ان انجلش، او الغالبيه التوك فيها بالانجلش. فانا قررت ان انا يعني اعمل الكلام ده فرانكو، يعني ان بتوين العربي والانجليزي ان شاء الله. ليت اس ستارت توداي ذا سكند ليكتشر فور ذا ريفيجن ان فرانكو عرب، اند وي هاف ان ذس ويل انتروديوس باي مي ان شاء الله محمود عبد اللطيف. وي هاف ريتش لاست تايم تو the question 31 and inshallah we will start inshallah هنبدأ من ال question 32. اوكي، بفكر حضرتك السياسة بتاعتك وانت بتحل الامتحانات، لو انت مش عارف الإجابة اعمل excluding، استبعد الإجابات الخطأ، و at the end of the day في النهاية ان شاء الله هتلاقي نفسك وصلت لإيه، وصلت الإجابة إيه الصحيحة. السؤال رقم 32 بيقول which set of elements would expect to have a very similar chemical properties. أفكرك بس بالجدول الدوري، لما تم ترتيب العناصر فيه تم ترتيبه على حسب الأعداد الذرية، وتم ترتيبه بطريقة أو ترتيب العناصر بطريقة بحيث العناصر اللي تقع تحت بعضها في المجموعات أو في الأعمدة يكون لها نفس الخواص الكيميائية. فتستنتج على طول ان في السؤال اكيد هكون جايب لك هنا ما بين الاختيارات ست من الاليمنتس موجوده في جروب واحده. لما تيجي تبص على النيتروجين والاكسجين والفلورين دول في بيريود واحد، كيف لهم خواص مختلفه. لما تيجي تشوف الصوديوم 11 والمغنيسيوم 12 وتحتيه والكالسيوم تحت الصوديوم، يعني يبقى مجموعه ودوره. اوكي، اما تيجي تشوف الاكسجين والسلفر والسيلينيوم، في الحقيقه هتلاقي دول في عمود واحد، في جروب واحد، بيبدا من فوق بالاكسجين وتحتيه السلفر وتحت منه السيلينيوم، دول مجموعه واحده. اوكي، واتفقنا ان العناصر الموجوده in the same group or in the same column have the same chemical properties. فعلى طول استنتج ان هنا ايه الاجابه الصحيحه، رقم ايه؟ رقم سي. اوكي، دول في different جروبس اللي قدامك، فالاجابه الصحيحه رقم ايه؟ سي. سوري، وات از ذا اتوميك ريدياي اوردر فروم لارجست تو سمولست فور ذا فولوينج اليمنتس؟ مغنيسيوم، اوكي، صوديوم، اند فوسفورس، اند سيلفر. اما تيجي تقارن، غالبا بجيب لك حاجات غالبا في نفس ايه، في نفس البيريود وفي نفس المجموعه ان ذا سيم تايم. فانت لما تيجي تشوف المغنيسيوم هتلاقي المغنيسيوم الصوديوم 11، اوكي، في نفس الدوره معاه بعديه المغنيسيوم، اوكي، تمام. هتلاقي الفوسفورس برضو موجود في نفس الدوره، العناصر الفئه بي، وبعد كده ايه الساي. فالاربعه دول موجودين في ايه؟ موجودين في نفس البيريود، في نفس الدوره، في نفس ايه المجموعه، ايه، في نفس الصف الافقي. وانت ماشي هقول لحضرتك على الترند بتاع الاتوميك ريدياس، وانت ماشي فروم ليفت تو رايت الاتوميك ريدياس ديكريس، اوكي، وانت ماشي فروم بوتوم توب تو بوتوم اور فروم اب تو داون الاتوميك ريدياس انكريس. اوكي، فدول في نفس ايه البيريود، فاكيد وانت ماشي كده ايه هيكون عندك الاتوميك ريدياس او الاتوميك ريدياي بيقل. وخد بال حضرتك ان انا جايب لك هنا النيوترال element، العناصر المتعادله، يعني مش كاتاينز ولا امين. فالمفروض اتوقع على طول ان الصوديوم هيكون، انا بقول لك يعني فروم لارجست، فالصوديوم هيكون اكبر واحد. فتبص في الاختيارات اللي عندك، يعني من حسن الحظ ما هتلاقيش غير اختيار واحد اللي بيبدا بالصوديوم، هو اكيد هو ده اللي صح. لو كنت ممكن اصعب العمليه عليك كنت ممكن اجيب لك مجموعه ثانيه بتبدا بالصوديوم والخبط فيه في الحاجات، بس عندك صوديوم، مغنيسيوم، فوسفورس، ام سوري سيليكون، السيليكون قبل الفوسفورس، انا اسف، السيليكون قبل الفوسفورس، يبقى صوديوم، مغنيسيوم، سيليكون، فوسفورس. اوكي، فالاجابه الصحيحه رقم ايه؟ رقم، اوكي، which of the following
atoms that has the highest first ionization energy. The ionization energy is the energy required to remove the outermost electron. الطاقة اللي حضرتك محتاجها علشان تخرج أبعد الإلكترونات عن النواة. وتعطى بالعلاقة الآتية. بيكون عندك الميتال أوكي بيفقد زي بالضبط الأكسدة بيفقد إلكترون ويتحول لإيه؟ لكاتايون بلس 1. دي الفيرست ايونيزيشن. لما تاخد ده وتحوش منه الكترون تاني يبقى السكند. هنا انا بسالك على ايه الفيرست، بس بسالك كمان على ايه، على الهايست. جايب لك شويه عناصر وبقول لك ايهما اكبر في الايونيزيشن. لازم تكون تعرف ايه اللي هي ايه الترند بتاع الايونيك الايونيزيشن انرجي في الجدول الدوري فروم ليفت تو رايت اند فروم اب تو داون. اوكي اللي احنا بنركز عليه في الحقيقه جاست ايه في الدورات من الليفت للرايت هي بتعتمد الايونيزيشن انرجي بتعتمد على ايه، على الزد افكتيف او الافكتيف نيوكليير تشارج، فبالتالي بتعتمد على الاتراكشن ما بين النواه الشح الاتراكشن فورس او الاتراكشن فورس بتوين النيوكليس النواه والاوتر موست الكترون. وانت ماشي كده الاتوميك ريدياس بيقل، فمعناها الايونيزيشن انرجي انكريس. اوكي معناها ايه انكريس، فالمفروض اعلى ايونيزيشن انرجي في الجدول الدوري هي الغازات ايه النوبل جازز او الانرت جازز. فاكيد هكون جايب لك هنا، ما كنتش جايب لك حاجه زي كده اوكي، فبتشوف اللي هم قبليهم يا اما الكلورين المجموعه السبعه او الفلورين اللي ما كانش فيه من الهالوجينز، فتلاقي اللي موجود عندك هنا ايه الاكسجين تمام، اللي هو ايه السلبيه الكهربيه بتاعته كبيره جدا، واصلا الاكسجين في حالاته الطبيعيه بيكتسب الكترونات، لما تيجي بقى تحوش منه الكترونين في منتهى الصعوبه، فبالتالي الايونيزيشن انرجي هتكون اعلى ما يمكن هنا. اوكي طبعا على طول المفروض انك هتستبعد الليثيوم. الليثيوم ده ميتال لان ده بيتندس تو لوز الكترونز ايزلي، بيفقد الالكترونات بسهوله، فالايونيزيشن انرجي بتاعته ايه بتاعته سهل. اوكي هتلاقي الليثيوم والبورون والنيتروجين والاكسجين في نفس المجموعه في نفس السيرفس في نفس البيريود، واخرهم الاكسجين هنا وقبليه النيتروجين، وانت ماشي كده بتزيد بقى الاكسجين ده اعلى ايه اعلى واحد. Which of the following ions has the largest radius بس هنا جايب لك ions كاتايونز وانايونز. على طول هنا انا بسالك على اللارجست، يبقى على طول الكاتاينز دي بتفقد الكترونات فمعناها الحجم بتاعها بيقل، فعلى طول تستبعد الميتالز دول وانت ايه وانت مغمض على طول، فكون المقارنه ما بين ايه ما بين الاناينز اللي موجوده عند حضرتك دول. من حسن الحظ الارلاكي الارلاكي ان البرومين والكلورين في نفس المجموعه، الكلورين موجود فوق وتحته البرومين، وانت ماشي من الاعلى الى الاسفل الريدياس بيزيد، يبقى اكيد البرومين ماينس 1 اكبر من الكلورين ماينس 1، يبقى الاجابه هنا اي بي. اوكي which equation correctly represent the first electron affinity. الالكترون افينيتي يا شباب هي عكس الايونيزيشن انرجي. الايونيزيشن انرجي الطاقه اللي حضرتك محتاجها علشان ايه تطلع الكترون. الالكترون افينيتي الطاقه المنطلقه نتيجه اكتساب الكترون. اوكي فمعظم الالكترون افينيتي الموجوده في الجدول الدوري بتبقى نيجاتيف نيجاتيف، ما عدا ايه ثلاثة في ثلاثة irregularities أو ثلاثة anomalous بعض الشذوذ اللي هو إيه البورون والنيتروجين وإيه والنوبل جازز. أوكي دول القيم بتاعتهم بوزيتيف، بس أنا هنا مش بسألك على أيهما بوزيتيف ولا نيجاتيف، أنا بسألك على المعادلة الصحيحة. الأيونيزيشن زي ما قلت لحضرتك من فوق هنا أوكي اللي هي قدامك دي، الإلكترونات موجودة في الرايت هاند سايد، إنما في الإلكترون أفينيتي العكس، بتاخد إيه؟ بتاخد الميتال أوكي وتضيف عليه إلكترون ويتحول لايه للاناين. فشوف انهي معادله من دول هي الكلام ده، هتلاقي عندك اوكي الالكترونات موجوده في الرايت هاند سايد دي كلها ايونيزيشن، تستبعد الثلاثه دول وانت مغمض، هتلاقي الوحيده اللي فيها الكترونات في الليفت هاند سايد هي دي. اوكي فبقول لحضرتك لو ركزت هتجيب الاجابه بمنتهى ايه البساطه والسلاسه ان شاء الله. Which one of the following has eight valence electrons. بفكر حضراتكم ان بصفه عامه in general الاليمنتس العناصر تندس اوكي او تند تو لوس اور جين اور شير اوف الكترونز، تكتسب او تفقد او تشارك بالالكترونات ان اوردر تو ريتش ذا موست ستيبل ستيت تو ريتش ذا ستابيليتي علشان توصل لحاله ايه لحاله الاستقرار.
حالة الاستقرار دي يا شباب بتتمثل في ايه؟ في ان يكون العنصر الاوتر موست الكترون اللي هي الكترونات التكافؤ او الالكترونات البعيده عن النواه او الالكترونات الخارجيه الاوتر موست الكترون تكون 8 الكترونات. اوكي، لما تيجي تبص هتلاقي الكلورين في المجموعه السبعه حواليه 7 الكترونات، الكريبتون في المجموعه الثامنه او ال 18 على حسب الايوباك نومنكلتشر في 8، الصوديوم حواليه 1، التيتانيوم حواليه اي ثينك سكندم التيتانيوم حواليه 4 اي ثينك. فالوحيد اللي حواليه 8 الكترونات في الحالات المتعادله هي ايه؟ النوبل جازز. فالاجابه الصحيحه ممكن لو كريبتون ممكن استبدل كريبتون ده بنيون، ممكن استبدله بزينون، الاجابات هتكون ايه؟ رقم سي. اوكي ماشي يا شباب. السؤال رقم 38، which atom is expected to have a positive value for the first electron affinity. انا قلت لحضرتك ان الالكترون افينيتي عكس الالكترو الالكترو الالكترون سوري الايونايزيشن انرجي، ومعظم القيم بتبقى سالب في الالكترون افينيتي ما عدا 3، واعلى اعلى الكترون افينيتي في الجدول الدوري بتاع الكلورين. بس انا هنا بسالك على ايه؟ البوزيتيف والفيرست. فهيكون ايه بقى؟ انا قلت لك الانامولس موجود في البورون، المفروض لو يعني ممكن نرجع للتيبل لو تحب اوريه لك، انا ما عنديش مشكله خليك معاه. اوكي اوريه لك لحظه واحده، بتاع ايه؟ بتاع الالكترون افينيتي. الشابتر ده شابتر اي ثينك 8 ولا 9 ولا 7. اوكي I think لا شابتر ممكن 7. Yes I think. أنا بعتذر يا شباب. ده الترند ان الكترون افينيتي، قلت هتلاقي كلهم ايه؟ هتلاقي كلهم نيجاتيف ما عدا 3 حاجات. انا قلت لك البورن، ولكن هو البريليوم. انا بعتذر، هو ايه؟ البريليوم. البريليوم هو اكبر من الـ من الـ من الصفر، وكمان النيتروجين والغازات ايه؟ والغازات الخام، والباقي كله هتلاقيه نيجاتيف. واعلى الكترون افينيتي موجوده في الجدول الدوري هتلاقيها ايه؟ هتلاقيها للكلورين زي ما قلت لحضرتك. اوكي، هتلاقيها للكلورين زي ما قلت لحضرتك. فغالبا طالما بسالك على البوزيتيف فاليو لازم اجيب لك واحد يا اما البريليوم يا اما النيتروجين يا اما ايه؟ يا اما اي واحد من الغازات النبيله زي ما حضرتك شايف كده. هتلاقيني هناك جايب لك اي واحد، هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، اي واحد من دول الاجابه هتكون ايه؟ هتكون صحيحه ان شاء الله. اوكي، خلينا نرجع تاني للفايل اللي احنا شغالين منه، اللي هو قدام حضراتكم ده. اوكي جريت. فهتلاقي هنا ايه؟ انا بسالك على البوزيتيف فاليو، فاكيد جايب لك يا اما البريليوم يا اما النيتروجين يا اما واحد من الغازات النبيله، وهو هنا ايه؟ النيون. يبقى الاختيار رقم ايه هو الصحيح. هنا بسال حضرتك على زد افكتيف نيوكلير تشارج. افكر حضرتك بس بايه؟ بالصوديوم. لما نيجي نكتب التوزيع الالكتروني للصوديوم 11، اوكي اتس 1s2، اوكي 2s2، اوكي 2p6 كده 10 and 3s1. الجماعه دول بنسميهم الكور الكترونز، وده بنسميه الفالنس الكترون. يبقى دي الالكترونات الداخليه الانر الكترونز، وده بنسميه الكترونات التكافؤ. الطريقه دي اسمها الفول الكترونيك كونفيجريشن. في الطريقه الكوندنسد ان انا اكتب ايه؟ الكور الكترون اللي هو اقرب غاز خام اللي هو النيون 10، وبعد كده الثلاثة ايه؟ الثلاثة اس 1.
اوكي. فالسؤال بقى هنا عندك ايه النواة بتاع الصوديوم اهي، يا ترى الالكترونات هنا احساسها بشحنة النواة اللي هم 11 بروتون هو نفس احساس الالكترون الاخير ده بشحنة نواة؟ بالتأكيد لا. ليه لا؟ لان في عندك الكترونات بتعمل سكرينينج، بتعمل شيلدنج لهذه النيوكلير تشارج، فبالتالي القيمة اللي بيحس بيها هذا الالكترون بسميها effective nuclear charge. ليها قانون للحساب ازاي هي، يبقى الزد افكتيف اوكي، القانون السكويت سيمبل بيساوي زد ماينس اس، حيث الزد ده اللي هو ايه الاتوميك نمبر بتاع الصوديوم 11 ناقص الاس اللي هي الايه السكرينينج الكترونز او الكور الكترونز اللي هي الالكترونات الداخليه اللي هم هنا 10. يبقى الاجابه هنا كام؟ موجب واحد. هتلاقي الاختيار واحد عندك موجب واحد اللي هو ايه اس سي. ذاتس جريت. شايفين يا شباب؟ جاست تفكر بكل بساطه كده، ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي نفسك بتحل الامتحان وذاوت اني اي نقطه رونج باذن الله. ويتش مولكول از نون بولر، ذاتس جريت. خلينا نراجع مع حضرتك الكومباوندز. الكومباوندز عندك نوعين من الكومباوندز اوكي. النوع الاولاني اللي هو ايه الايونيك، والنوع الثاني اللي هو المولوكولر. المولوكولر اللي هو ايه اللي بنقول عليه الكوفيلنت اوكي. الايونيك ده بيتكون ما بين الميتال والنون ميتالز زي ال NaCl، انما المولوكر اللي هو الكوفيلنت ده بيتكون ما بين النون ميتال زي ايه؟ زي مثلا الجزيء الميه اوكي، زي جزيء الكربون مونوكسيد اوكي. فعندك الكوفيلنت بقى دي بقسمها لايه، لفرعين، مركبات نون بولر ومركبات بولر. امتى اقول على المركب نون بولر وممكن وامتى اقول عليه بولر؟ ببساطه جدا، البولاريتي بتعتمد على حاجه اسمها دايبول مومنت. دايبول ايه؟ مومنت، وبرمز لها بالرمز ميو، وبيساوي القانون بتاعه بيساوي التشارج مضروب في الديستنس، ودي كميه فيكتور، كميه ايه متجهه زي ما ليها مقدار ليها ايه اتجاه. ذاتس جريت اوكي. طب الدايبول مومنت ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على حاجه اسمها ايه الالكترو او الالكترونيجاتيفيتي. الكترونيجاتيفيتي اللي هي السالبيه الكهربيه. ببساطه يا شباب تعريف السالبيه الكهربيه هي الابيليتي بتاع الاتوم تو اتراكت اور تو بول، تشد او تسحب او تجذب الكترونات الرابطه توردز ات. يعني مثلا لو عندك جزيء زي الاتش سي ال، الاتش سي ال السي ال السالبيه الكهربائيه بتاعته اكبر بكتير من الهيدروجين، فيسحب الكترونات الرابطه دي توردز ات، فبالتالي يقضوا تايم اكبر حوالين الكلورين. از ريزلت، كنتيجه الكلام ده يكتسب شحنه ايه بارشل نيجاتيف تشارج، از كونسيكونس الهيدروجين بارشل بوزيتيف تشارج، فاصبح المركب ليه دايبول مومنت. يعني ايه؟ يعني ايه دايبول؟ دايبول يعني ثنائي، اصبح ليه قطبين، قطب موجب وقطب سالب، تمام؟ يبقى بقول عليه ليه دايبول مومنت. الدايبول مومنت ده كل ما يزيد كل البولاريتي ما تزيد. فايه امتى انا بسالك هنا المركب نون بولر؟ نون بولر لما يكون ما فيش فرق ما بين الايه التو اتومز اللي هم بيكونوا المركب ده، زي مثلا جزيء الاتش 2 او السي ال 2، اي هومو داي اتوميك مولكيولز اللي هو جزيء ثنائي الذره ولكن من نفس الذره. فانا بسالك على النون بولر، فنون بولر فلازم انت تدور على هومو ضيق اتوم، ممكن يكون الاتش 2 سي ال 2 بي ار 2 اف 2 او 2. الاجابه الوحيده اللي عندك هنا رقم ايه؟ رقم سي. اوكي معايا يا شباب؟ تو شو ريزونانس اوف ذا مولكول يوزنج لويس ستراكشرز. افكر حضرتك باللويس ستراكشر. اللويس ستراكشر ده يا شباب لما بنيجي نرسمه، تعالى مثلا نرسمه ايه للميه، هو طريقه بتوضح عدد الروابط وانواع الروابط في الجزيئات، وبتوضح كمان عدد ايه عدد نمبر اوف بيرز اند بيرز اوف الكترونز اند نون بوندنج الكترونز اوكي، اللي هي نون بوندنج الكترونز. في الحقيقه اللويس ستراكشر ده لما تيجي تكتبه للميه اوكي، ما بتيجي تكتب لويس ستراكشر بتحسب الكترونات التكافؤ. الميه مثلا الرمز بتاعها ايه؟ H2O اوكي. الهيدروجين حواليه 1 يبقى 2 في 1 ب 2، والاكسجين حواليه 6 يبقى عندك 8 الكترونات، 8 الكترونات فالنس الكترون في جزيء الميه. فانت لما ايه
بتكتب لو ستراكشر لازم تحقق قاعده الاوكتيد رول لكل اتوم، اللي هي ايه؟ ان كل اتوم تكون محاطه بثمان الكترونات علشان توصل لايه؟ للتركيب الالكتروني الاقرب ايه؟ لاقرب غاز خام. اوكي، فلما تيجي بتكتب الاكسجين في الهيدروجين دائما موجود في الاطراف. اوكي، يبقى اكيد الاكسجين في النص. بعد ما بتكتب الاتوم بتوصلهم بسنجل ايه؟ بسنجل بوند، وتطرح عدد الكترونات السنجل بوندس اللي انت ضفتها دي من الالكترونات اللي موجوده عندك. انت ضفت اربع الكترونات وعندك ثمانيه، يبقى فاضل عندك اربعه. الاربعه دول الهيدروجين هو بيحقق زي الهيليوم لما يكون حواليه اثنين، والهيدروجين دائما في التيرمينال وبيكون رابطه واحده، هو كده حقق الايه؟ حقق لاقرب غاز خام اللي هو الهيليوم. فاضل عندك اربعه بتحطهم حوالين السنتر. ليه؟ السنتر الاتوم. لو الالكترونات اللي انت محتاجها قد اللي موجوده عندك يبقى اوكي. مش لو عندك شورت شوف الكترون بتضيف الدبل بوند. فهنا لما تيجي تعد حوالين الاكسجين هتلاقي حواليه 8، الهيدروجين حواليه 2، فكده ده لويس ستراكشر. فممكن اعبر بايه؟ بالستراكشر ده عن جزيء الميه. طب في مركبات ما ينفعش اعبر عنها بلويس ستراكشر واحد. تعال ناخد زي ايه؟ الاوزون او 3. لما تيجي ترسم لويس الاوزون، اوكي، هتلاقيه بيطلع بالشكل اللي قدامك ده. والالكترونات هتلاقيها مظبوطه، هي الفيلنس 3 في 6 ب 18، اللي هتلاقي اللي انت موزعه 18 الكترون بالظبط في الجماعه دول، وكل واحده حواليها 8. ده لويس استراكشر الاوزون. ولكن الاكسبيرمنتال ريزلتس، النتائج المعمليه يا شباب، والاكس راي بتاع المركب ده قال ان الكلام ده ما بيحصلش. ازاي؟ لو انت تبص هنا عندك رابطه ثنائيه وعندك رابطه احاديه، فتتوقع ان في رابطه قصيره ورابطه طويله. في الحقيقه الاكسبيرمنتال ريزلتس قالت لك لا، الرابطتين زي بعض اكزاكتلي بالضبط. ولما حسبوا التشارج الفورمال تشارج الاكسبيرمنتال طلعت غير لما تيجي تحسبها بالفورمال تشارج هنا. فبالتالي ايه اللي يمنع ان الرابطه دي تتكون ما بين الاكسجينه دي والاكسجينه دي؟ فيكون عندك لويس استراكشر اخر بالشكل اللي قدامك ده. اوكي، اوكي، وعندك هنا اللون بيرد. فممكن اكتب استعيد عن الاثنين دول، اكتبه بالطريقه الثالثه دي اللي هو او او، وايه ان النقط اللي هو الداش لاين ده، وبحط طبعا ايه الفيلنس، ايه الفيلنس الكترونز معايا يا شباب. اوكي، فاذا ما ينفعش تعوض او يعني تعبر عن الاوزون بلوس ستراكشر ده ما ينفعش، ولا ده ينفع لوحده. فبتستخدم ميكس من الاثنين. فالاثنين دول بقول عليهم ريزونيتنج ستراكشر او ريزونانس ستراكشر، وبرمز ليهم بكتبهم كده وبحط ما بينهم الدبل هيد اروز اللي هو ايه الدبل هيد اروز اللي هو السهم اللي ليه ايه راسين زي ما حضرتك ايه زي ما حضرتك شايف. ايه بقى ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ان الرابطه الباي دي بيحصل لها ايه؟ بتنتقل من هنا لهنا، يبقى بيحصل لها دي لوكاليزيشن، بيحصل لها انتشار حوالين التيرمينال اتومز مع السنتر. فانا بسالك بقول لك في الريزونانس ستراكشر يا ترى بيحصل شيفت للاتومز وشيفت للبوندس؟ لا، الاتوم بتظل زي ما هي، يبقى ده خطا. لا بيحصل شيفت للبوندس والاتوم، برضو الكلام ده خطا، بيحصل شيفت للبوندس زي ما حضرتك شايف. اونلي الاتومز اللي بيحصل لها شيفتنج، لا الاتومز بتفضل ثابته. فالاجابه الصحيحه اللي بيحصل لها شيفتنج او دي لوكاليزيشن اللي هي الباي الكترونز، يبقى الاجابه الصحيحه هنا ايه؟ الدي. اوكي، بسالك على طول في لويس ستراكشر وبقول لك ايهما ايه؟ بيزد اون ذا فورمال تشارج، وات از ذا بيست لويس ستراكشر للكربونيت جروب. الفورمال تشارج بفكر حضرتك بس بيتم حسابها ازاي يا شباب؟ الفورمال تشارج بتساوي النمبر اوف فيلنس، بتحسبها لكل اتوم، النمبر اوف فيلنس الكترونز ناقص ايه؟ ناقص عدد البوندس اللي بتكونها الذره دي، بالاضافه لعدد ايه؟ النمبر اوف ايه؟ نون بوندنج الكترونز، عدد الالكترونات اللي هي الغير مرتبطه. اوكي، وتقفل ايه؟ وتقفل القوس. اول حاجه الكربونيت ده انا بسالك ايهما اللي هو ستراكشر صح؟ ده خطا تماما. اوكي، بس لما تيجي تحسب انت المفروض هنا هيكون الريفرنس بتاعك الفورمال تشارج،
فلما تيجي تحسب للكربون هنا، الكربون هتلاقيه حواليه 4 ومكون 3 روابط، يبقى بتساوي موجب 1. اما تيجي تحسب لكل اكسجينه هنا هتلاقيها ايه؟ الاكسجينه دي هتلاقيها ناقص 1، 6 ناقص 7 بناقص 1، وهنا ناقص 1 وهنا ناقص 1. فلازم لما تجمع الفورمال تشارج بتاع كل اللي عندك يديك الفورمال تشارج الموجوده على الايون اللي عندك. ولكن المركب بيكون ليس ستيبل لما يكون كل الاتوم اللي عندك عليها فورمال تشارج، يعني المركب بيكون اكثر ستابيليتي لما ايه؟ تقلل عدد الفورمال تشارج على ايه؟ على الذرات داخل المركب. فده بيتم استبعاده لسببين، لان في فورمال تشارج كتيره كل اتوم عليها فورمال تشارج، بالاضافه ان الكربون هنا ليس اوكتيد محاط بست الكترونات. اوكي؟ ده برضو بيتم استبعاده للفورمال تشارج. لما تيجي تحسب الكربون هنا هيكون عندك الكربون حواليها 4 ومكون كام رابطه؟ 5، فهيساوي ناقص كام؟ ناقص 1. اما تيجي تحسب للاكسجينه دي هتلاقيها 6 ناقص 7 هيطلع لك بكام؟ بناقص 1. والاكسجينه دي هتلاقيها 0، سوري 6 ناقص 7 في صح، والاكسجينه دي هتلاقيها 0 ودي هتلاقيها 0. اوكي؟ طبعا زي ما انتم عارفين الالكتروني الاكسجين اعلى الكترونيجاتيفيتي بعد الفلورين في الجدول الدوري، فمستحيل يكون هو صفر والكربون سالب، فده بيتم استبعاده تماما. اوكي؟ اما تيجي تبص هنا لما تيجي تعد الالكترونات هتلاقيها عدد زوجي، اما تلاقي هنا في 5 معناها ان انت عندك قط الكترون، ده بيتم استبعاده تماما. ولما تحسب الفورمال تشارج بنفس الطريقه، الاصح واحد هو اللي قدامك ده. تعال نحسب الفورمال تشارج للكربونه هنا، 4 ناقص 4 يديك ايه؟ 0. الاكسجينه دي كل واحده حواليها 6 اهو، يبقى كل واحده محققه الاوكتيد، كل واحده حواليها 8، يعني اقصد 6 والربط ودول يبقى 8. اما تيجي تحسب للاكسجينه دي 6 ناقص 7 يديك هنا ناقص 1، ودي زيها ايه؟ ناقص 1، ودي هنا 0. يبقى شوف دلوقتي ده عليه 4 فورمال تشارج، هنا فيه 2 بس، دي 0 ودي 0 ودي ناقص 2 اللي هي ناقص 2. فالاجابه الصحيحه هنا الاختيار رقمي رقم سي. اوكي؟ هاو ميني ان بيرد الكترونز، وانت بتكتب لويس سيمبل للاكسجين، اللويس سيمبل يا شباب بكتبه ازاي؟ بكتب رمز العنصر وبحط حواليه الفالنس الكترون على هيئه ايه؟ على هيئه دوتس. الاكسجين في المجموعه السته يبقى حواليه 6 ايه؟ 6 الكترونات. الست الكترونات دول بحطهم في 4 بوزيشن، اب اند داون اند رايت اند ليفت، بحيث ان كل جنب ما يزيدش عن 2. اوكي؟ فممكن هنا انت عندك كام؟ 6. اوكي؟ فبوزع 4 الاول كده، وبعد كده عندك 2 كمان فبحطهم بالشكل اللي قدامك. فكم عدد كام النمبر اوف امبيرد؟ ادي 1 وادي 1، يبقى الاجابه 2. ممكن اغير دي واقول لك النمبر اوف بيرد الكترون، عدد الازواج هيكون 2 و2، اللي هو 1 1 يبقى 2. اوكي؟ او النمبر اوف لون بيرز. هنا بسألك عن الامبيرد الكترونز. اما تيجي مثلا للبورون 5 حواليه 3، فبحط الثلاثة بالشكل اللي قدامك ده، وهكذا. اوف ذا 3 بوندز، كاربون سنجل كاربون، كاربون دبل كاربون، كاربون تريبل كاربون، ويتش بوند از الشورتست. كل عدد الروابط يا شباب ما تزيد، كل ايه؟ طول الرابطه ما يقل. فاقل رابطه في الطول هي الكاربون ايه؟ الكاربون تريبل كاربون، واعلى طاقه في واعلى طاقه كمان، يعني اقل طول واعلى طاقه. فهنا بسالك على الشورتست، فهي ايه؟ الاجابه رقم سي اللي هي التريبل بوند. هاو ميني بير، فاكر حضرتك هنا كنت بسالك زي ما بقول لك هاو ميني امبيرد، هنا بسالك على هاو ميني بيرد الكترونز، عدد الالكترونات المزدوجه. اوكي؟ وممكن اقول لك اللون بير. فهنا لما تيجي تكتب للبورون، انا لسه كاتب قدام حضرتك البورون 5 الكترون حواليه 3، فبكتبهم بالشكل ده. كم عدد الازواج عندك؟ هاو ميني بيرد الكترونز او الالكترونات المزدوجه؟ زيرو، لان ده امبيرد وده امبيرد وده امبيرد، فالاجابه هنا ايه؟ زيرو. اوكي؟ هاو ميني فالنس الكترون ار ذير ان ذا ستراكشر اوف الكلام ده. اوكي، دي الصيغه كاتبها لك بالشكل اللي قدامك، الصيغه ايه؟ الاستراكشر. لو تيجي تكتب الكيميكال فورمولا او المولوكولار فورمولا، دي الصيغه البنائيه. اما تيجي تكتب المولوكولار او الصيغه الكيميائيه اللي هي اجمع الكربون، عندك كام كربونه؟ 2، وكام هيدروجينه؟ 5، وكام كلورينيه؟ 1. عد الفالنس بقى لكل اتوم واجمعهم على بعض، هنا 2 في 4 يبقى 8،
هنا 5 في 1 يبقى 5، الكودرين 1 في 7 يبقى 7، تجمع الكلام ده 7 و8 15 زائد 5 يديك كام؟ 20. يبقى الإجابة الصحيحة إيه؟ رقم B. Which of the following elements is the least electronegative atom؟ أنا قلت لحضرتك إن أعلى electronegativity في الجدول الدولي في الجدول periodic table البرنس الكبير هو الفلورين، اللي هو القيمة بتاعته بأربعة، بيليه الأكسجين 3.5، بيليه I think الكلورين 3.5 أو 3.2، والنيتروجين برضو نفس الكلام 3 وشوية. أعلى دول اللي هم إيه؟ البشوات. أنا ممكن برضو أوري حضرتك الإلكترو نيجاتيفيتي. الإلكترو نيجاتيفيتي موجودة في الشابتر اللي بعد كده بتاع البولاريتي، الشابتر بتاعي بتاع البولاريتي. Just be with me. I'm going to okay. I think chapter كان 8. Think. بس خليك معايا لحظة واحدة بعد إذن حضرتك. ده الترند في البريودك تيبل بتاع الالكترونيجاتيفيتي زي ما حضرتك شايف، زي ما قلت لحضرتك اوكي. الفلورين هنا اعلى واحد 4، الكلورين 3 سوري الاكسجين 3.5، والنيتروجين اعلى 4 دول. الالكترونيجاتيفيتي اوكي بتقل من اب تو داون، يعني الفلورين اعلى واحد او يعني في الاتجاه ده from bottom to up increases and also increases from left A from left to right from left to right. واعلى اقل الكترونيجاتيفيتي عندك بتاع السيزيوم هنا ل 0.7، واعلى شويه الفلورين 4، الاكسجين 3.5، النيتروجين والكلورين 3 اوكي او 3.1 اي ثينك معايا اوكي. يبقى ده الترند. هناك انا بسالك على ايه؟ بسال حضرتك على، خلينا نرجع للفايل بتاعنا تاني اللي احنا ايه شغالين منه يا شباب. Where are you? Okay, that's great. هنا بسأل حضرتك على ايه الليست الكترونيجاتيف اتوم. فالفلورين ده 4، الاكسجين 3.5، النيتروجين والكلورين 3 زي ما قلت لك، يبقى اقل واحد على طول وانت مغمض هنا ايه البرومين. تمام يا شباب. اوكي ذاتس جريت. Given the electronegativity values below, which covalent bond will be most polar? أنا قلت لحضرتك إن البولاريتي بتعتمد على حاجة اسمها الدايبول مومنت، اللي هي بتساوي التشارج في الديستانس، والتشارج دي بتعتمد على إيه؟ الالكترونيجاتيفيتي ديفرنس. فلما تكون الالكترونيجاتيفيتي ديفرنس بيزيد كل البولاريتي ما تزيد. فأنا جايب لك ثلاث عناصر. اوكي تطرح ما بين ده وده يديك قيمه، تطرح ما بين ده وده يديك قيمه، تطرح ما بين ده وده يديك قيمه. اعلى قيمه عندك اللي هي ما بين الاقل واحد واكبر واحد هيديك اعلى الكترونيجاتيفيتي ديفرنس، يبقى اعلى بولاريتي، يبقى الاجابه هي ايه؟ الكربون مونوكسيد رقم ايه؟ رقم دي. What the formal charge on the nitrogen atom for the following molecule؟ الفورمال تشارج يا طالباتي وطلابي الاعزاء زي ما قلت لحضرتك بتساوي الفيلنس الكترون ناقص افتح قوس عدد ايه؟ عدد الروابط، الروابط ايه؟ السنجل سوري عدد الروابط سنجل او دبل، انا اسف، او عدد الخطوط اللاينز زائد كمان عدد الالكترونات اللي هي الغير مرتبطه، عدد ايه؟ النون بوندنج الكترونز. اوكي اما تيجي انا بقول لك احسبها للنيتروجين، احسب كده للنيتروجين يا شباب. النيتروجين حواليه كام في الفيلنس في المجموعه الخمسه؟ يبقى حواليه 5. عامل كام رابطه؟ عامل 4 روابط. يا ترى في الكترونات حواليه بيرز؟ مفيش، يبقى اكيد القيمه كام؟ 5 ناقص 4 يديك موجب 1. اوكي تعالى شوف كده الاجابه الوحيده هنا ايه؟ الدي.
وخد ده فيه بعض الريجولاريتيز وانت بترسم لو استراكشر، لان عدد الفالنس الكترون اود عدد ايه؟ عدد فرد، فبيكون فيه شذوذ في اللو استراكشر لما يكون عدد الالكترونات الفالنس بيساوي كام؟ عدد فرد. اوكي، of the following substance has London dispersion force. That's great. دلوقتي بقى تعالى نتكلم على الانترمولكولار فورس. الانترمولكولار فورسز هي الريسبونسبل عن كون الماده تكون ليكويد او جاز، فور اكزامبل ات روم تمبريتشر او سوليد. اوكي، فلما تيجي مثلا تبص لما تشوف الفلورين جاز هتلاقيه جاز ات روم تمبريتشر، لما تيجي تبص للبرومين هتلاقيه ليكويد ات روم تمبريتشر، لما تيجي تبص للايودين هتلاقيه سوليد ات روم تمبريتشر. السبب في الكلام في الستاتس الفيزيكال ستاتس دي هي الانترمولكولار فورس. وفي في الانترمولكولار فورس اربع انترمولكولار فورسز. اول حاجه اللي هي لندن ديسبيرشن فورس اللي بنسميه او لندن فورس على طول، لندن ده اسم عالم. اوكي، فورس. النوع الثاني فيه الايون دايبول انتر اكشن. النوع الثالث دايبول انتر اكشن. النوع الرابع الهيدروجين ايه؟ الهيدروجين بوندنج. اعلوهم في الطاقة، اعلى واحد في الطاقة الهيدروجين بوندنج، ده رقم واحد. بيليه انا اسف لا مش الهيدروجين بوندنج انا اسف رقم واحد الايون دايبول اعلى طاقة، رقم اثنين الهيدروجين بوندنج، رقم ثلاثة الدايبول. اقلوهم في الطاقة خالص اللندن فورس. اوكي، اللندن فورس دي موجودة في كل المركبات يا شباب، لانها بتعتمد على المولوكولار ويت. اوكي، بتعتمد على ايه؟ المولوكولار ويت. اوكي، الايون دايبول زي جزيء ال NCl في المية. الدايبول بتعتمد على المركبات اللي فيها بيرمننت، او بتتواجد في المركبات اللي فيها بيرمننت دايبول مومنت، اللي فيها عزم ثنائي القطب الايه؟ الدائم، زي ال HCl زي ال HF. بالاضافة ان الهيدروجين بوندنج بقى، الهيدروجين بوندنج دي احد انواع الدايبول دايبول، ولكن اذا تضمنت الدايبول دايبول انتر اكشن ما بين هيدروجين مرتبط باكسجينايه او فلورونايه او نيتروجينايه. اوكي، وفي اي واحده من الثلاثه اتومز دول هنا، فبيتكون ايه؟ الدايبول ده بقول عليه هيدروجين بوندنج، اللي هي الدوتد لاين دي. اوكي معايا يا شباب؟ هنا بسالك بقول لك which of the following has the substance has London force only. London force موجودة بكل. London force تعتمد على المولكولار ويت وبتتواجد في النون بولر. النون بولر بيكون فيها دايبول. فطالما بقول لك موجودة London force يبقى اكيد هتدور على المركبات اللي هي غير قطبية. المية مركب قطبي زي ما حضرتك عارف. الكحول اللي فيه OH بيكون هيدروجين بوندنج يبقى قطبي. الامونيا فيها N مع ال H فيها هيدروجين بوندنج يبقى اكيد فيها، بالاضافة للندن فورس فيها الهيدروجين بوندنج، ودي فيها هيدروجين بوندنج، والميه فيها هيدروجين بوندنج المسؤول على كون الميه ليكويد ودرجه غليانها عاليه، هي الهيدروجين بوندنج الموجوده ما بين جزيئات الميه وبعضها. الوحيد اللي هو نون بولر هنا اللي هو ايه؟ الميثين زي ما حضرتك شايف. اوكي تمام. Which one of the following has the highest boiling point؟ البويلنج بوينت والميلتنج بوينت والفيزيكال بروبرتيز يا شباب بتعتمد على الانترمولكولار فورس والدنسيتي والسيرفيس تنشن والفيسكوسيتي. كل الفيزيكال بروبرتيز دي بتعتمد على ايه؟ الانترمولكولار فورس. كل الانترمولكولار فورسز ما تزيد، كل البويلنج بوينت ما تزيد، كل الميلتنج بوينت ما تزيد، كل الفيسكوسيتي ما تزيد، كل السيرفيس تنشن ما يزيد. اوكي، هنا بسالك على الهايست بويلنج بوينت. اوكي، اول حاجه دي مركبات نون بولر، ففيها ايه؟ فيها لندن فورس بس، فدي تستبعدها تماما. الاثنين دول المقارنه هتكون ما بين ال H2S وال H2، على الرغم ان ال H2S المولكولار ويت بتاعه السلفر تحت الاكسجين، المولكولار ويت بتاعه عالي، يبقى اللندن فورس هنا اكبر. ولكن هنا ايه؟ ما تنساش ان في OH بتكون مع ال H هيدروجين بوندنج، يعني ده جاز اتروم تمبريتشر وده ليكويد اتروم تمبريتشر. السبب في الكلام ده هي الهيدروجين بوندنج، فاعلى بويلنج بوينت هتكون لجزيء ايه؟ الميه. اوكي، وفي كيرف وانا بشرحه كده بيوضح ايه ال H2O وال H2S وال H2CSSE السيلينيوم وال H2Tellurium اللي كلهم في نفس الجروب بتاع الاكسجين. المفروض لما انت ماشي من الاعلى للاسفل اللندن فورس بتزيد، ولكن هتلاقي فعلا البويلنج بوينت بتزيد فعلا من عند الاس
والسيلينيوم والتيلينيوم، وتيجي ايه والمفروض هنا يكون ال H2O لواحد، ده ال H2 اعلى واحد. الانامولس في الكلام ده او السبب في الشذوذ ده هو الهيدروجين بوند. راجع زي ما قلت لحضرتك الكيرف الموجود في الشابتر، وان شاء الله اذا احتجت اي شيء جاست كونتاكت مي وان شاء الله هرد على حضرتك مباشره. اوكي، لما بتيجي تدوب ال NaCl في الووتر، ال NaCl ده ال NaCl سترونج الكترولايت، بيحصل له كومبليت ايونايزيشن يا شباب في الميه لجزيء ال Na والCl، وكل اناين او كل كاتاين بيحيط نفسه ايه، بيحيط نفسه بايه، ب بسفير من الووتر من البولار مولكولز. نوع الانتر مولكولر فورس هنا ايون دايبول، لان دي بتكون ايونات مع الدايبول، يبقى ايون دايبول انتر اكشن. اوكي، فالاجابه الصحيحه هنا ايه؟ ايون دايبول انتر اكشن. الاجابه رقم ايه؟ رقم ايه معايا يا شباب؟ ذا الكترون دومين جيومتري. اوكي، تعال نروح بقى للشابتر اي ثينك العاشر اي ثينك. اوكي، اللي هو الالكترون دومين جيومتري اللي هو بيتكلم اي ثينك على المولكولر بوندنج او المولكولر جيومتريس والبوندنج، وعندك الاشكال زي التترا هيدرال والاوكتا هيدرال والترايجونال بيراميدال والترايجونال باي بيراميدال انسون واللينير والتي شيب اند سو. فعلشان تجيب الالكترون دومين جيومتري لازم ترسم لويس ستراكشر. انا بسالك هنا على التترا هيدرال، التترا هيدرال اللي هو زي جزيئي الميسين، اوكي، اللي هو سي اتش 4. لما تيجي ترسم لويس ستراكشر ليه هتلاقيه بالشكل ايه، بالشكل اللي قدام حضرتك ده. اوكي، وهنا في هيدروجين. اما بتحسب الالكترون دومين جيومتري عشان تحسبه يا شباب بتعد عدد الروابط السيجما فقط. خلي بالك بقى، عدد الروابط السيجما فقط حوالين الاتوم، دي اول حاجه. وبتعد كمان عدد اللون بيرز وليس عدد النون بوندنج، يعني كل لون بير بتقول عليه واحد. اوكي، فعندك كام رابطه هنا؟ اربعه. يا ترى في لون بيرز؟ لا. فعندك اربعه. علشان تكون الاربع كوفيلنت بوندز دول محتاج اربع هايبريد اوربيتال، اربع الهايبريدايزيشن. الاربعه دول بيجوا منين؟ غالبا اول واحد بيكون من الاس، وانت محتاج اربعه، يبقى محتاج ثلاثه من البي، يبقى اس بي 3. يبقى الاجابه الصحيحه هنا اس بي 3. والزاويه هنا في الاس بي 3 بتساوي كام؟ 109.5 درجه. اوكي، اما تيجي هنا بسالك بقول لك هاو ميني باي بوندز ار ذير ان ال HCN، ده لويس ستراكشر ليه يا شباب؟ بقول لحضرتك عدد الباي بوندز وانت مغمض يا شباب. اي سنجل بوند دي سيجما وانت مغمض، ما تفكرش السيجما، السنجل بوند سيجما على طول. انما المالتيبل بوندز دي اوكي، لو كانت اثنين فيهم واحده اوكي، لو كانت مالتيبل بوندز واحده سيجما والباقي باي، والباقي ايه؟ باي. فلو عندك دبل بوند اوكي يبقى واحده سيجما واحده باي، لو عندك تريبل بوند يبقى واحده سيجما واثنين باي. هنا بسالك ايه على في المركب ده، فعندك رابطه ثلاثيه يبقى اكيد فيهم واحده سيجما واثنين ايه واثنين باي، يبقى الاجابه رقم سي. اوكي، هاو ميني سيجما بوندز؟ بسالك لو سالتك هنا سيجما بوندز هيكون العدد اثنين برضه، لان في واحده هنا سيجما وواحده هنا ايه سيجما. هاو ميني سيجما بوندز ار ذير ان ذا مولكيول بيلو؟ زي ما قلت لك الرابطه الاحاديه وانت مغمض سيجما، الرابطه الثنائيه دي واحده سيجما واحده باي. فلما تيجي تعد السيجما دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، فالاجابه هنا 9. لو قلت لك عدد الباي بوندز هتكون 2 1 1. اوكي، وات از ذا بوند انجل ان بورون ترايكولرايت؟ ده برضو بتاع الالكترون دومين جيومتري وبتاع الهايبريدايزيشن، لازم ترسم لويس ستراكشر للبورون. اوكي، هتلاقيه بياخد الشكل اللي قدامك ده، ترسم لويس هتلاقيه بالشكل اللي قدامك، وهتلاقي ده ما بيحققش الاوكتيدرول او فيه شذوذ عن الاوكتيدرول، بتكون الذره المركزيه اقل من كام؟ اقل من 8. اوكي، ودول اثنين هنا زي ما حضرتك عارف، وهنا برضو في 6 الكترونات او 3 لون بيرز. معايا يا شباب؟ البورون هنا بيكون كام رابطه سيجما يا شباب؟ ثلاثة. الثلاثة دول محتاج انت ثلاثة هايبريد، ثلاث اوربيتالات متهجنين فيهم واحد من الاس، ومحتاج كام على الثلاثة من البي؟ اثنين، يبقى اس بي 2. يبقى نوع التهجين هنا اس بي 2، الرابطة في الاس بي 2 بتساوي 120 يا شباب. اوكي؟ 120. فالإجابة هنا ايه؟ خد بالك بقى، لو غيرت لك البورون ده
ببرومين الدنيا هتتلخبط تماما. اوكي، والسؤال ده جاي فيما بعد، خليك انا مش هحرقه، هحله لك في وقته بقى. اوكي، تعال بقى نروح للريتن يا شباب. fill in the table below for each compound. اول حاجه draw the structure، يبقى ده اول مطلب لكل ايه، لكل مركب. ده المطلب الاولاني. وبعد كده اكتب النمبر اوف الكترون دومين، ده رقم 2 حوالين السنترال اتوم. واكتب المولكولار جيومتري رقم 3، ورقم 4 انديكيت اذا كان بولر ولا نون بولر. تعال ناخد الفوسفورس بنتا فلورايد او الفوسفورس بنتا كلورايد او بنتا برومايد او بنتا ايودايد. اوكي، ده لما شرحت لحضراتكم ده في الشابتر الخاص بالمولكولار جيومتري ولويس ستراكشر، قلت لحضرتك ده ان ده بيبقى فيه does not follow the octet rule، او بيبقى ايه في anomalous او irregularities عن الاوكتد رول، لان ايه عندك ما بنيجي اللي هي ايه less than octet و more than octet والodd numbers اللي هم don't follow octet rule. فهنا الفوسفرس عشان تكتبه انت مغمض حواليه 5، فاقل حاجه انك هتوصل ايه، هتوصل الخمسه دول زي ما حضرتك شايف، وتحط ايه، ودول الثلاثه دول بيكونوا ايه في مستوى واحد في الاكواتوريال، والاثنين دول اكزيال، وحوالين كل واحد هنا ايه 6 الكترونات، الفلورينات اللي قدامك دول. يبقى ده لويس ايه استراكشر للمركب اللي قدامك. وبالمناسبه لو عديت الالكترونات هتلاقيها صحيحه. المركب ده يا شباب تعال نشوف بقى الالكترون دومين حوالين السنتر، هاو ميني نمبر في الالكترون دومين، بتعد السيجما بوندز اونلي. ماشي يا شباب، ادي 1 2 3 4 5، عندك عدد نمبرز، عندك اي اني لومبرز؟ ما فيش، يبقى عندك 5. يبقى هنا ايه نمبر فيكتور دومين 5. لما يكون 5 وكلهم بوندنج يا شباب يبقى الشكل بتاعك اوكي تراي جونال باي بيراميدال. اوكي، المركب ده فيه سيمتري عاليه خالص، الفلورينيه دي بتشد والاثنين دول بايه بيكنسلوها، الاثنين دول بيشد ودي بتكنسلها، الاثنين دول بيشد ودي بتكنسلها، واللي فوق بتكنسل اللي تحت، فالمركب ايه نون بولر. نون بولر، فاكر لما قلت لحضرتك لو استبدلت البلورين البورون بكلورين الدنيا بتتلخبط تماما؟ هناك كان الشكل اللي هو ايه تراجونال تراينجل بلانر، انا اسف انا ما اعرفش انا قلت لك الشكل هنا ايه، ده تراجونال بلانر اللي هو زي المثلث اللي هو في مستوى واحد. انما لو غيرت البورون دي ببرومين او كلورين زي كده الدنيا بتختلف تماما. لما تيجي تعد الفالنس الكترون عندك 7 و3 في 7 يبقى عندك 28 الكترون فالنس. اما تيجي تكتب لويس اوكي بتحط الكلورين في السنتر وهتلاقي عندك الفلورين موجود في الاطراف كده، وبتوصل بسنجل بوند 6 من ال 28، يبقى فاضل عندك 22. حقق الاوكتيت بالنسبه للترمينالز فبتضيف 6 هنا اوكي، و6 هنا و6 هنا اوكي، 3 في 6 ب 18، يبقى فاضل كم من ال 22؟ فاضل 4. الاربعه دول بتحطهم على السنترال اتوم، فتلاقي السنترال اتوم هنا ما بتحققش ايه، ما بتحققش الاوكتيت رول حواليها 10 الكترونات. تعالى بقى احسب الالكترون دومين جيومتري حوالين السنترال. عندك كام رابطه؟ 3، وكام لون بير؟ 2، يبقى 5. باي ذا واي ده احد مشتقات ده بالمناسبه. الخمسه دول فيهم 3 بوندنج بقى دلوقتي واثنين نون بوندنج. فالشكل بيكون تي شيب، الشكل على حرف ايه؟ شكل حرف تي. اوكي؟ وانس انه على شكل حرف تي ده مركب بولر. That's great. اوكي؟ اما بقول لحضرتك ديسكرايب السيجما بوند، هتقول لي السيجما بوند فورمد بتوين اوكي الهايبرد اوربيتالز اند اتس فورمد اكوردنج تو هيد اوفرلاب هيد اوكي تو هيد اوفرلاب اوكي، وبكون اقوى بيكون اقوى من الباي بوند معايا. انما الباي بوند بتتكون ما بين البارلل اوفرلاب او سايد تو سايد اوفرلاب. يبقى السيجما بوند بتتكون ما بين الهايبريد اوربيتالز باي هيد تو هيد اوفرلاب. اوكي،
السؤال قبل الأخير يا شباب، بقول لحضرتك لو أنت عندك 20 جرام من الأرجون جاز و40 جرام من النيون، خد بالك طالما أنا هنا مديك الجرامات ومديك الإليمنت، تقدر تحسب النمبر أوف مولز. النمبر أوف مولز يا شباب بيساوي الويت على الأتوميك ويت لو كان إليمنت، أو المولوكولر ويت لو كان جزيء. فبالنسبة لل 20 لما تيجي تقسمها على الأرجون 40 هيديك 5/10، يبقى عدد مولات الأرجون 5/10. أما تيجي تحسب عدد المولات للنيون، أوكي الإن بتساوي الويت اللي هو ال 40 على الأتوميك ويت بتاع النيون 20 هيديك 2. أوكي ده جازس. بقول لحضرتك احسب التوتال بريشر، خلطت الاثنين دول مع بعض بعدد مولات مختلفة. ده ابلكيشن تطبيق مباشر لدالتونز لو، اللي هو ايه؟ قانون البارشال بريشر. لما يكون عندك اكثر من جاز، التوتال بريشر بيساوي الضغط الجزيئي بتاع الغاز الاولاني زائد الضغط الجزيئي بتاع الغاز الثاني وهكذا، الجاز الثاني وهكذا. انت عندك هنا 2، يبقى ايه؟ ده زائد ده. هنا البريشر الاولاني ده يعطى بالقانون البي بيساوي ان ار تي من قانون العام للغازات على الفي. الفوليوم هنا واحد والتمبريتشر واحد والار واحد، اللي بيختلف بس النمبر اوف مولز. فلو عوضت هنا هتلاقي الار في التي في الفي، ده ايه؟ ممكن تاخده عامل مشترك. هتلاقي عندك البي توتال بيساوي عدد مولات الاولاني 5/10 زائد ايه؟ زائد الاثنين اللي هي 2.5 في الار تي. الار ده ثابت 0.82 اتموسفير لكل لتر. طالما عوضت بالقيمه دي يبقى التمبريتشر لازم تكون بالكلفن على طول، وانت مغمض هنا كام؟ 25 زائد 273 يبقى 298 على الفوليوم باللتر. هنا مديهولك بالملي لتر، يبقى 1.2 لتر. اوكي معادله في مجهول واحد تقدر تحسب ايه؟ التوتال بريشر. تقدر تحسب التوتال بريشر. ده دايركت ابلكيشن لايه؟ لدالتونز لو. وفي قانون تاني اللي هو ممكن اشترك ده، ان انا ممكن اجيب البارشال بريشر بتاع اي واحد. البارشال بريشر بيساوي المول فراكشن بتاع الجاز ده اللي هو الاكس اي مضروب في التوتال ايه؟ في التوتال بريشر. كمان ممكن اطلب منك هنا البارشال بريشر بتاع كل واحد، فهتضطر تحسب المول فراكشن لكل واحد. المول فراكشن يا شباب حبايب قلبي اللي هو ايه؟ المول فراكشن للكومبوننت اي بيساوي عدد مولات الكومبوننت اي على عدد المولات الكلي ان توتال. اوكي ان توتال. فبالنسبه مثلا لل 5/10 يبقى 5/10 على 2.5. اوكي وبالنسبه للثاني هيكون 2.5 سوري 2 اللي هو رقم 2 على 2.5. تطلع زي ما تطلع. لازم مجموع المول فراكشن بتاع الكومبوننت في النهايه خلاص يساوي كام؟ يساوي 1. تعال نشوف ده برضو اي ثينك. بس خد بالك هنا ان انا بقول لك هات الناتج لثلاثة سيجنيفيكانت فيجرز. هراجع مع حضرتك بس السيجنيفيكانت فيجرز بسرعه كده. السيجنيفيكانت فيجرز لما تيجي تعدها الزيروز اللي هي على اليسار دي لا تحسب، اللي هم الاربعه دول لا يحسبوا، انما اللي موجوده بعد الديسمال على اليمين دي بعد العلامه العشريه دي بعد الارقام دي تحسب. يعني المركب ده فيه 3 ايه؟ ديسمال. الاصفار اللي هي ما بين الاصفار اللي ما بين النون زيروز نمبرز دي بتحسب برضه. اوكي اللي هي 10 اس ناقص اي رقم او زائد او ناقص موجب او ناقص اي رقم دي لا تحسب. اوكي في عندك قانونين للجمع والضرب والقسمه. الجمع والطرح ليهم قانون والضرب والقسمه ليهم قانون. دول موجودين اي ثينك في شابتر واحد، تراجعهم وانا شرحهم برضه باستفاضه. وفي امثله كتيره انا حللها هناك ترجع ليهم ان شاء الله. ايه هتلاقي لقوانين الضرب والقسمه والجمع والطرح. هنا بقول لحضرتك نيتروجين از رياكتد على حسب المعادله البالانس دي لتكوين الامونيا. معايا يا شباب؟ ومديك البارشال بريشر بتاع النيتروجين بتاع ال NH3 اللي بيتكون البرودكت 7/10. اوكي وطالب منك الفوليوم. طالما ده انت بتتكلم على جازس يبقى اكيد وانت مغمض هتطبق في قوانين الجازس بي في الفي بتساوي ان ار تي. فعلشان تعوض في القانون ده محتاج تجيب عدد المولات بتاع الامونيا، والار ده ثابت انا بديهولك،
التمبريتشر انا مديها لك هنا كام؟ 300 كلفن. اوكي، والفوليوم هنا انا طالبه منك ومديك البريشر لو بوينت 7 من 10. اوكي، فطالما هجيب الفوليوم باللتر وده بالاتموسفير، تعوض القيمه بتاع الار او بوينت 082. عدد المولات بقى دي التركايه هنا، اجيب عدد المولات ازاي؟ انا مش مديك الوزن بتاع الامونيا، انما مديك المعادله الموزونه وفي الاستوكيومتري، في شابتر الاستوكيومتري شابتر 2 اي ثينك. تمام، ده ان شاء الله ترجع لي ومشروح برضو في القناه بمسمى تاني اسمه المول كونسبت، ايهما ترجع لي هتلاقي ان شاء الله الشرح باستفاضه باذن الله. فالاستوكيومتري بتقول لو عندك معادله موزونه واديت لك معطى واحد من المعادله دي تقدر تجيب كل الايه المجهولات الثانيه على حسب المعادله. انا بقول لك لو خدت كام جرام بقى من النيتروجين، 14 جرام من النيتروجين، عندك على حسب المعادله الموزونه 1 مول من النيتروجين بيديك 2 مول من الامونيا. يا ترى لو خدت ال 14 جرام دول بس ما ينفعش اعوض بيهم كده، لازم انا احولهم لعدد المولات فاقسمهم على المولوك ضرب بتاع ال N2 اللي هي 14 ضرب 2 او ضرب تايمز 2 هيبقى 22. الكلام ده بيساوي كام؟ 5 من 10 هيديك كام؟ هيديك اكس. الطرفين في الوسطين هتلاقي الاكس هنا بتساوي 1، الواحد بيديك 2 يبقى ال 5 من 10 هتديك 1. يبقى تعوض على ال N هنا بواحد، وعندك البريشر وال N وال R وال T تقدر تجيب ايه؟ تقدر تجيب الفوليوم. كويس كده، خلصت ايه الامتحان الاولاني. ان شاء الله المره الجايه هبدا في الامتحان رقم 2 باذن الله تعالى. لو انت حضرتك محتاج زي ما قلت لحضرتك، لو محتاج اي استفسار استاذن حضراتكم شخص تواصل معي باذن الله وهتلاقيني ارد عليك ان شاء الله اون تايم باذن الله تعالى. وان شاء الله استكمل مع حضراتكم بقيه ايه بقيه المحاضرات بالطريقه اللي هي الفرانكو اراب زي ما قلت لحضرتك. اوريدي دول محلولين اي ثينك توتالي ان انجلش، يو كود ريفايز اور يو كود ريفير تو ذيم. ان شاء الله الى ان القاكم اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.